وباقي تنزيد، ولكن هي واقفة ما عرفتش أصبغ هي مني آخر. لا زينب، المزيان ديالنا جينا عندك توحشناك، وكنعرفوا العالم كله كيحتفل بعيد المرأة 8 مارس، وما شفناش لك الأثر ديالك مدينة أسفي، وانت ديما ولفتينا الحضور بالمشاركة باللوحات التشكيلية ديالك اللي كتعبري بالاحتفالية ديال عيد المرأة. داكشي علاش جينا نشوفوك، علاش هاد الغيبة؟ هاد الغيبة، عيد المرأة لقاني مظلومة ظلم كبير، ما خلانيش غبرني، هذا هو السبب. علاش غبتي؟ ما كاينش شي لوحات جديدة؟ ماشي على لوحات جديدة، عندي مشكل تاع السكن، وكاين في الإفراغ، وكاين المسائل، هذا دار الفنون، يعني هذا الشيء اللي فيها اللهم صل عليك رسول الله، وهذا فين غادي تحت في السابع تحت؟ على فين هاد الناس؟ فين هاد المسؤولين؟ فين المدينة؟ وهادشي كلشي عارفه، ماشي هادشي مخبي، عارفه الصغير والكبير. وعيد المرأة فاش غادي نتكرم فيه؟ هاني مكرم عني. واش من هما عارفين المسؤولين كلهم تيدخلوا لهنا، هاد الدار تاعت كلشي، لي زاتي زور كلشي، مشاكلها معروفة، ماشي مخبية شي حاجة. ولكن لا إله إلا الله، ما عندي ما نقول، هنا ما عندي ما نقول. حضرتي على لازين في المعرض الأخير ديال النساء، آه كنت حاضرة. تم معاملتك جيدا؟ يعني كان يكون أكثر، كان يكون المهم كنا وصافي. هنا بالنسبة للدار عندك، لأن كنشوفوها تحفة، يعني معرض متميز، وديما فما جينا كنلقاو يعني عندك العائلة الأسرة الساكنة ديال آسفي كلها كتجي تبارك الله ما شاء الله، رغم أن الدار بدات كتضيق بكثرة التحف المتميزة والفريدة وبهذه اللوحات التشكيلية. هاد المدينة مسؤولين، واش ما فكروش على أنه يخرجوا هاد التحف ويدار شي معرض اللي تستافد منه عامة الساكنة المدينة، يجي يزوروا ويشوفوا لا زينب باش كتبدع منذ سنوات، راه عمر تبارك الله اللي عطيتي لهاد هاد الفن. هاد الكلام اللي قلتيه راه مهم بزاف، ولكن هذا افكارك انت، ولكن افكارهم هما حاجه اخرى، ما عرفتش علاش. انا حتى دابا تنتسائل علاش، علاش دول اخرين في الفنان غير شويه وفهم تبارك الله، ودابا حنا اللهم صل على رسول الله، هاد المدينه زعما مدينه الفن، ولكن اش غادي نقول؟ اللي بغيت نقول هما عارفين، لان حرام دابا حنا ولاد هاد المدينه اسيو والتجربه ديالك كتضيع، هاد الفن كيضيع، علاش؟ حنا بغينا تعلمي حتى هاد الوليدات، بغيت نعلمهم هما بنيات الوليدات حتى هما يستافدوا ويتعلموا شويه، ونشوفوا يعني واحد العشرات ديال اللازين في اسفي غادي يطلعوا ان شاء الله. هما هادشي اللي تقول كلهم هما تيجيو وتيطلبوا، ولكن فين غنعلمهم؟ انا ما كرهت ليهمش، ولكن هادشي طرحته على المسؤولين، تيقولوا واخا ووعود كثيره، ولكن ما شفنا والو. ورا تبارك الله شاركتي في عدة معارض في المغرب، وهدرت اكثر من 70 معرض وخارج المغرب، ما عمري سولت. عرضت في المانيا، مزيان، عرضت في زعما مدن المغرب وكل شيء، ديما انا دايره المعارض. يعني الوقت اللي بديت في اسفي ما كانت حتى فنان، اول فنانه في هذه المدينه. وديال معارض المغرب كتمشي على حسابك الخاص ولا كاين؟ لا، ما هنا في اسفي على حسابي الخاص، لما تيدو تنجو نعرضوا ولا شي حاجه، حساب في الاول وفي الاخر. لا ما شي حاجه، ما لا عقلتي مني، كنا تلاقينا لقيتك طالعه تعرضي في دار السلطان في اسفي، وجيب هاد التحف وهاد اللوحات التشكيليه غاديه بهم في سياره اجره تاكسي، يعني راه كاين تحفه اللي تبارك الله، راه كتساوي ميزانيه. وكان ملي تاني داو التحف تاع عندنا المدينه الفنون، انا غادي جبت نصهم معاه، بس مارس هذا هو المشكل دابا اللي مطروح. عرضنا حدا البحر في هذيك اسمه حدا قصر البحر، جبت تاني نصهم معاه، بس كان الباب ضاب كل شيء، والتحف ما تتعاود تصور. واش غنقول لك اي تحف؟ هذا ما كيعطيكش ذاك التحفيز، هذا ملي كتشوف هذا الشيء كيخسر لا، وما كاينش واحد يقول لك حتى اعطي معطيتها نعم. عاد كي تيخافوا، دابا قررت ما بقاش نعرف، لان هذا الشيء ما يمكنش يتهز. نعم، لا غتعاود خصك تكون عندك وسائل نيت خاصه تاع العرض.